السيدات والسادة، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة إخبارية جديدة من قناة المكلا، والبداية كالعادة مع أبرز العناوين. مكافحة المخدرات تضبط قرابة 3000 حبة مخدرات في ميناء المشروع الرابع السمكي بالمكلا. في لفتة وفاء أسقطت دموع الحضور راديو سلامتك يؤمن الزميلة الإعلامية سناء كمال البطاطي. الهلال الأحمر الإماراتي يسلم مولد كهربائي لمديرية رما بوادي وصحراء حضرموت. كانت هذه أبرز العناوين وإليكم التفاصيل، أهلا بكم. نفذت السلطة المحلية بمدينة المكلا ومكتب الأشغال العامة والطرق بالمديرية عددا من الإزالات لمباني عشوائية تم بناؤها بطرق غير قانونية في عدد من أحياء منطقة فوة بمساندة من الأجهزة الأمنية، حيث تمت الإزالة للمباني العشوائية التي تم بناؤها في الشوارع العامة وعلى مواقع لمصالح عامة بحي الشهيد عمر بازنبور وحي الإنشاءات البحري وحي الشافعي وحي الواحد من مايو وحي خمر بمنطقة فوة. وقالت السلطة المحلية في بيان لها أن مكتب الأشغال العامة والطرق بالمديرية بالتعاون مع السلطة المحلية بالمديرية والأجهزة الأمنية لن تتوانى وسيستمرون في تنفيذ حملة الإزالات للمباني التي تبنى بالشوارع وعلى أرض مخصصة للمصالح العامة بعد إعطاء المهلة القانونية المحددة، ولن يتم التهاون مع كل من ينتهك حرمة تلك المواقع. عقدت السلطة المحلية بمدينة المكلا اليوم السبت اجتماعا بالمسؤولين الأمنيين باللجان المجتمعية والأحياء السكنية بمنطقة فوة وبحضور مدير عام المكلا المهندس عوض بن هامل والمشرف الأمني للجان المجتمعية العقيد عبد الله باهي عشود. وناقش اللقاء العديد من القضايا الهامة المتعلقة بالأمن والأوضاع الأمنية بالوحدات والأحياء السكنية بغرب مدينة المكلا، حيث استمع المهندس بن هامل والعقيد باهي عشود إلى الملاحظات التي تم طرحها من قبل الأمنيين بالأحياء والوحدات السكنية، والتي تمثلت في عدم ارتباط مكاتب التأجير السكني باللجان الأمنية والمجتمعية ومزاولة البعض منها دون تراخيص، والعمل على تفعيل الدوريات داخل الأحياء والوحدات السكنية من قبل الشرطة، وكذا الحد من انتشار ظاهرة حمل السلاح داخل المدينة من قبل مدنيين وعسكريين خارج أوقات عملهم الرسمي، والعمل على الحد من ظاهرة سهر الشباب إلى أوقات متأخرة من الليل بالشوارع وعلى الطرقات، وأيضا تشديد الرقابة والتفتيش على المطاعم من حيث صلاحية المأكولات وصحة تخزينها لما تشكله من خطر حقيقي على حياة وسلامة المواطنين. تمكنت كتيبة الدعم والإسناد بالمنطقة العسكرية الثانية من ضبط عصابة لتهريب المخدرات قادمة من السواحل الإفريقية في المشروع الرابع بميناء المكلا. وجاءت العملية عقب تلقي إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت معلومات هامة عن عصابة قادمة من السواحل الإفريقية وبحوزتهم كمية من الحبوب المخدرة لتهريبها في محافظة حضرموت في محاولة للتهريب للمواد المخدرة عبر البحر، حيث يتم التنسيق مع كتيبة الدعم والإسناد ومكافحة المخدرات، وتم القبض على 3 أشخاص أحدهم كينيا الجنسية وبحوزتهم قرابة 3000 حبة مخدرة وكمية من مادة الحشيش المخدر. أقيم بقاعة مستشفى المكلا للأمومة والطفولة حفل توزيع أراضي منتسبيها على المخطط الخاص بالموظفين في منطقة ثلب أعمر شمال شرق مدينة المكلا. وبحضور عدد كبير من كوادر المستشفى عبرت رئيس الأطباء بالمشفى ومسؤولة لجنة الأراضي الدكتورة شفابة جابر عن عظيم شكرها وامتنانها لمحافظ حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني الذي أعطى توجيهات بصرف المخطط تقديرا للعاملين في الصرح الصحي
وكل من وقف مع كوادر المستشفى وساهم في استخراج أراضيهم ومتابعتها في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلد، مؤكدة أن اللجنة دأبت على مبدأ الشفافية والوضوح في توزيع وتعاون أعضائها الذين بذلوا جهودا غير عادية في المتابعة. وأوضح الأستاذ خالد مفرج آلية توزيع أرقام الأراضي وفق المخطط المرسوم بطريقة واضحة وشفافة وأمام مرأة ومسمع الحضور. وجرى في ختام الحفل تكريم مدير المستشفى وأعضاء لجنة الأراضي على ثمار جهودهم المبذولة في مخطط الموظفين. نظم راديو سلامة كيف ام حفلا تأبينيا لفقيدة الإذاعة الزميلة الإعلامية سناء كمال البطاطي بالتنسيق مع أسرتها بقاعة المهندس أكرم بن مبيريك بنهد متطوعون بالمكلا في لفتة وفاء وإخلاص ورد للجميل تزامنا مع أربعينية الفقيدة. وفي التأبين قال مدير إذاعة سلامتك الأستاذ صلاح العماري في كلمة الإذاعة أن سلامتك وهي تقيم هذا التأبين بعد مرور 40 يوما على رحيل سناء كمال إنما تقدم شيئا من الوفاء لإعلامية كانت مخلصة للإذاعة على مدى 4 سنوات. وأوضح العماري أن الفقيدة أعدت أكثر من 100 حلقة من برنامج أصحاب خلال السنوات الأربع في الإذاعة بحب وعشق للعمل الإذاعي برفقة زميلاتها. هذا وشهد حفل التأبين عرض ريبورتاج يحكي حياة الراحلة وتنقلها في المراحل التعليمية والإنجازات التي حققتها في مشوارها العلمي والإذاعي، كما جرى توزيع كتيب عن الفقيدة واختتمت فقرات التأبين في لفتة جميلة تعبر عن وفاء إذاعة سلامتك وإخلاصها للفقيدة بتقديم درع الوفاء والإخلاص لأسرتها. المزيد حول فعالية التأبين عقب نشرة الأخبار. كشف التقرير الشهري لمركز الأورام السرطانية بوادي حضرموت أن عدد الحالات التي ترددت على المركز لشهر ديسمبر من العام الماضي بلغت نحو 1906 حالات. وأوضح التقرير أن تلك الحالات تنوعت ما بين حالات مصابة أو اشتباه وكشف مبكر وتلقت جميعها الخدمات مجاناً. ولفت التقرير إلى ارتفاع عدد الحالات المترددة في ظل النقص الحاد في بعض الأدوية إضافة لمديونية كبيرة تثقل كاهل المركز لشراء بعض الأدوية الكيماوية. وناشد المركز الوطني للأورام بوادي حضرموت أهل الخير والمؤسسات الداعمة لتقديم الدعم لضمان استمرار الخدمات للمواطنين واستمرارها. دشن مدير عام مديرية دوعن سالم بانخر ومدير إدارة التربية والتعليم بالمديرية سالم بعارمة الدورة التدريبية لأمناء المختبرات بمدارس مديرية دوعن. وفي الدورة التي تستمر لمدة 3 أيام بمشاركة 28 متدربا ومتدربة أشاد مدير عام مديرية دوعن بهذه الدورة النوعية التخصصية لتأهيل الكوادر التربوية في المديرية. من جانبه أعرب مدير التربية والتعليم بدوعن عن شكره للسلطة المحلية بالمديرية على تفاعلها مع مختلف البرامج التعليمية وجهود مكتب وزارة التربية بالمحافظة لإقامة دورة أمناء المختبرات لتفعيل المختبرات العلمية وربط الجانب العملي بالنظري. نفذت منظمة اليونيسف العالمية للطفولة بمدينة سيئون البرنامج التدريبي لدورة بناء قدرات العاملين والمتطوعين في المساحات الصديقة للطفل حول مفاهيم الحماية وإدارة المساحات الصديقة. ويتلقى المشاركون في الدورة من 5 مديريات من وادي وصحراء حضرموت هي سيئون وتريم والعبر وساه والقطن مواضيع علمية حول مراحل النمو والاحتياجات النفسية والاجتماعية للأطفال وكيفية التعامل مع تقديم الدعم النفسي والاجتماعي أثناء العمل في المساحات الصديقة حتى يكتسب خلاله ناشطون مهارات ومعارف حول تعليم الأطفال وتطوير قدراتهم وبناء حياتهم وكيفية توفير الرعاية والاهتمام ودمج الأطفال النازحين بإشراكهم في المجتمعات المحيطة للتخفيف من معاناتهم.
انطلقت بمدينة سيئون الدورة التدريبية في مجال إدارة المستوى الوسيط للإشراف على برنامج التحصين الموسع لمشرفي وادي وصحراء حضرموت ومحافظة أرخبيل سقطرى التي يقيمها مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بتمويل من منظمة اليونيسف العالمية، وتهدف إلى تحديث المعلومات لدى المشرفين حول برنامج التحصين وتحسين الأداء وكيفية عمل المشرف الداعم لبرنامج التحصين للارتقاء بالمستوى المطلوب. وسيتلقى مشرفي التحصين بمديريات الوادي والصحراء وأرخبيل سقطرى ومشرفي البرامج بمكتب وزارة الصحة العامة على مدى 5 أيام معلومات ومفاهيم وخبرات حول الدليل العملي للمنهج المعد من قبل منظمة الصحة العالمية لإدارة المستوى المتوسط للإشراف على برنامج التحصين الموسع من قبل مدرب الدورة مدير برنامج التحصين بمكتب وزارة الصحة. سلمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مولدا كهربائيا إلى مديرية رما بوادي وصحراء حضرموت في إطار جهودها من دولة الإمارات الشقيقة لدعم مجال الطاقة الكهربائية بمحافظة حضرموت. ويقدر المولد الكهربائي الذي سيستفيد منه سكان مديرية رما جراء انقطاع التيار الكهربائي عن مديريتهم نحو 1250 كيلوات. وأشاد ممثل المجلس المحلي بمديرية رما بالدور الكبير الذي يقوم به الهلال الأحمر الإماراتي في التخفيف من معاناتهم وحل مشكلة انعدام الكهرباء، معبرا عن شكره وتقديره للهيئة لدوره الإنساني الكبير في إنهاء مشكلة التيار الكهربائي. تأهل نادي التضامن لدور الأربعة من كأس حضرموت السادسة بعد تعادله السلبي مع وحدة تريم في تريم، مستفيدا من تفوقه في الذهاب بهدفين نظيفين في ملعب براد بالمكلا. وكما استطاع سمعون الشحر من التأهل هو الآخر أيضا على حساب سيئون بركلات الترجيح في ملعب الشاحت بالشحر. إلى ذلك حجز نادي اتحاد سيئون مقعده في نصف نهائي بطولة كأس حضرموت لكرة القدم السادسة بعد فوزه في مباراة إياب ربع النهائي على أرضية ملعب الشهيد جواس بهدفين مقابل هدف على شباب روكب، بعد أن انتهت مباراة الذهاب على أرضية ملعب برادم بتعادل الفريقين بنتيجة 3 أهداف لكل فريق، حيث أن شباب روكب قرر الانسحاب في الدقيقة 30 من زمن الشوط الثاني لرمي أحد الجماهير قارورة ماء بلاستيك من الجهة الشمالية من الملعب. وقام الجهاز الفني والإداري لشباب روكب بسحب اللاعبين إلى خارج الملعب. وفي المباراة الأخرى على ملعب الفقيد برادم بالمكلا، تأهل شباب القطن على حساب نادي الأهلي بغيل باوزير بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي. السيدات والسادة، ختام هذه النشرة هاكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. مكافحة المخدرات تضبط قرابة 3000 حبة مخدرة بميناء المشروع الرابع السمكي بالمكلا. في لفتة وفاء أسقطت دموع الحضور راديو سلامتك يؤبر الزميلة الإعلامية سنا كمال البطاطي. الهلال الأحمر الإماراتي يسلم مولد كهربائي لمديرية رما بوادي وصحراء حضرموت. وبالتذكير بالعناوين مشاهدينا الكرام، نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، حتى الملتقى، دمتم في أمان الله.